الامتحان اليوم كان العربية جاتنا شوية صعيبة، ولكن الحمد لله درنا فيها شي حاجة. بالنسبة للانجلي جات في المتناول، الحمد لله كانت زوينة، داز كل شيء بخير. عطاونا على حساب المنتخب الوطني شنو دار، وعطاونا واخا خربقونا في ذاك النص، زادوا لنا المونديال ديال 2010، ولكن ما كاين مشكل. النص كيدوي على المنتخب الوطني، وفاش جاو لهنا واحتفلوا بهم في الرباط، وعطاونا عاوتاني فاش استقبل الملك الامهات تاع اللعابه ديالنا، وعطاونا عاوتاني فاش داروا ديك السجده على حساب فلسطين، وفاش كيشطحوا كيفرحانين مع والديهم فاش ربحنا في المونديال، وكيدواو عاوتاني على حيتاش وصلنا للسيمي فينال. وداك الشيء المهم، عطاونا واحد النص في المتناول يعني مفهوم وكل شيء واضح فيه. اخويا لقينا هذا الشيء دابا محط، خلطوا لنا فهمتي، خلطوا لنا المونديال تاع 2020 تاع قطر اللي داز مع داك الشيء تاع شاكيرا و2010 فهمتي، ما فهمنا والو في هذا الشيء، وخلطوا لنا كورونا في التمارين. درنا كورونا حنا، داك الشيء ما قريناه فهمتي، ولكن ماشي بحال هكا، ما شرحوش لنا بحال هكا. خلطوا لنا داك الشيء قلت لك تاع المونديال مع شاكيرا مع واكا واكا اي صوتوا لنا الرايتين، قالوا لنا في واحد الايميل كدوي مع الصديق ديالك كتقول بانه كتنصح فيه بانه زعما شنو خاصو يدير الا مشى لواحد المخيم، زعما ما خاصوش يمشي للغابه وكاين تما الحيوانات. دا ساهل بزاف، حطوا لنا واحد الموضوع اللي نجيب خويا الصغير يجاوب عليه، موضوع سهل بزاف ديال المونديال. هذا الاخ هذا اللي قال لك دير لي شاكيرا، هنا هو قال لك غير السميه ديال شاكيرا وكا وكا اللي دارها في 2010. شاكيرا جاب شاكيرا القصر، شاكيرا قال لك دارت واحد الاغنيه ديال المونديال في 2010 اسمها وكا وكا. ما كاين حتى شي مشكل، كل شيء سهل. دوزنا صباح العربيه والعشيه دوزنا لونجلي، داك الشيء صراحه سهل. اللي راه في الطيره غادي تنجح، ما في الطيره ما دير والو، داك الشيء سهل. الحراسه كانت مشدده صراحه، ولكن باسابل يعني داز داس مزيانه، كانت الحراسه مشدده، ولكن ما لقيت حتى شي سؤال مشكل، غير دوزنا كل شيء مزيان، وكان عندنا شي شويه الخوف، ولكن مشى فاش دخلنا دوزوا الامتحان. ما جانيش الامتحان صعيب، ولكن جاني ساهل، وكنتمنى نجحوا ونجيبوا النقاط مزيانين باش نفرحوا والدينا. الانجلي جاتني سهله وما ما صعيبه ما والو، ما كانت لا الخلعه لا حتى شي حاجه، وكنتمنى النجاح بعدا.